مجزرة مروعة تستهدف مصلين في مدرسة للنازحين بغزة تسفر عن استشهاد أكثر من 100 وإصابة العشرات، ومصر تطالب بموقف دولي موحد لحماية الفلسطينيين. تنديد دولي وعربي بمجزرة مدرسة التابعين، واتهامات أممية للولايات المتحدة وأوروبا بدعم الاحتلال عسكريا، وبريطانيا تطالب بوقف فوري لإطلاق النار. بيان مشترك لأعضاء بالجنائية الدولية يؤكدون ولاية المحكمة القضائية على المسؤولين الإسرائيليين لارتكابهم جرائم حرب في الأراضي المحتلة. 6 مساء بتوقيت القاهرة، 3 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. لا يفرق الاحتلال الإسرائيلي بين المدارس والمستشفيات والمباني السكنية، ويستيقظ العالم كل صباح على أنباء مذابحه ومجازره، والتي كان آخرها مجزرة مدرسة التابعين بحي الدرج. مصر اعتبرت مجزرة التابعين تأكيداً على غياب الإرادة السياسية لإسرائيل لوقف إطلاق النار، متعهدة في الوقت ذاته باستمرار مساعيها لإنفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع. إن التاريخ سيتوقف طويلا أمام تلك الحرب، يسجل مأساة كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه. وأكد مجددا أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلا وقولا برفض تصفية القضية الفلسطينية. واهم من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن. أدانت مصر بأشد العبارات قصف إسرائيل مدرسة التابعين التي تأوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة. واستنكرت مصر استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في حق المدنيين بقطاع غزة، مطالبة بموقف دولي موحد ونافذ يوفر الحماية للشعب الفلسطيني، وضعوا حدا لمسلسل استهداف المدنيين العزل. واعتبرت مصر أن استمرار ارتكاب تلك الجرائم واسعة النطاق وتعمد إسقاط تلك الأعداد الهائلة من المدنيين العزل، كلما تكثفت جهود الوسطاء لمحاولة التوصل إلى صيغة لوقف إطلاق النار في القطاع، هو دليل قاطع على غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإسرائيلي لإنهاء تلك الحرب الضروس. وأكدت مصر أنها سوف تستمر في مساعيها الدبلوماسية وفي اتصالاتها المكثفة مع جميع الأطراف لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشتى الطرق والوسائل، والعمل على التوصل إلى وقف لإطلاق النار. من جانبها، أدانت الرئاسة الفلسطينية المجزرة التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي في مدرسة التابعين بحي الدرج التي تأوي نازحين، راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد ومئات الإصابات. وحمل المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينا الإدارة الأمريكية مسؤولية المجزرة جراء دعمها المالي والعسكري والسياسي للاحتلال. وقال أبوردينا إن هذه الجريمة تأتي استمرارا للمجازر اليومية التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة وكذلك في الضفة الغربية، والتي تؤكد مساعي دولة الاحتلال لإبادة الشعب الفلسطيني في ظل صمت دولي مريب. ودعا أبوردينا الإدارة الأمريكية إلى إجبار دولة الاحتلال فورا على وقف عدوانها ومجازرها واحترام قرارات الشرعية الدولية ووقف دعمها الأعمى الذي يقتل ويقتل بسببه الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ العزل. من جانبه، صرح المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت في مدرسة التابعين طابقين، الأول كان يأوي النساء النازحات والأطفال، والأرضي وهو عبارة عن مصلى للنازحين.
وذكر بصل أن الجميع فجع بحجم المجزرة الكبيرة والمخيفة بفعل العدد الكبير من الشهداء، مؤكدا أن الجرحى بينهم أطفال ونساء تحولت أجزاء منهم لأشلاء وأجزاء أخرى عبارة عن جثامين لشهداء اشتعلت فيهم النيران. فجعنا فجر هذا اليوم وأثناء تادية صلاة الفجر بقصف إسرائيلي مباشر استهدف مدرسة التابعين الشرعية التي تأوي أكثر من 6000 نازح ذهبوا إليها بعد تدمير قوات الاحتلال الإسرائيلي منازلهم في أكثر من منطقة في قطاع غزة. هذه المدرسة التي تأوي الأطفال والنساء والكبار، لقد تلقى الدفاع المدني والخدمات الطبية وأجهزة تقديم الخدمة في قطاع غزة وفي مدينة غزة بالخصوص فجر اليوم عند الساعة 4:40 اتصالاً بوجود قصف إسرائيلي يستهدف مدرسة التابعين الشرعية، وعلى الفور تحركت الطواقم إلى المكان، لكننا فجعنا بحجم المجزرة الكبيرة والمخيف بفعل العدد الكبير من الشهداء والجرحى بينهم أطفال ونساء، وجزء منهم عبارة عن أشلاء وجزء آخر كانت جثامين تشتعل فيها النيران. هذا وتوالت ردود الفعل العربية والدولية المنددة بالمجزرة الإسرائيلية والتي اعتبرتها خرقا للقانون الدولي والإنساني ما يستوجب العقاب الفوري. وطلب الأزهر الشريف بمواصلة الضغط بكل السبل لوقف جرائم الإبادة الجماعية، بينما اعتبرت إيران المجزرة بأنها رغبة إسرائيلية في مواصلة الحرب، وطلبت بريطانيا بوقف فوري لإطلاق النار لحماية المدنيين بغزة. We'll be right back.
وكانت قوات الاحتلال قد ارتكبت مجزرة مروعة في اليوم التاسع بعد 300 من العدوان المتواصل على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد أكثر من 100 وإصابة العشرات، حيث قامت قوات الاحتلال بقصف المصلين بمدرسة التابعين بشرق غزة، واستهدفت طابقي المدرسة والذي كان أحدهما مصلى للنازحين. وزعمت قوات الاحتلال وجود عناصر من حركتي حماس والجهاد داخل المدرسة، وهو ما نافته الحركتان بالشدة. وكأن الاتفاق أن يستمروا بارتكاب المجازر بشكل يومي حتى يعتادها العالم، وكأن دماء الأبرياء والأطفال وأشلاءهم صارت من التفاصيل اليومية العادية التي يشاهدها الناس أثناء ممارسة عاداتهم اليومية، وربما تتشابه المجازر في وحشيتها، إلا أن قوات الاحتلال أبت تلك المرة إلا أن تزيد من إجرامها وهمجيتها، فلم تكتفي باستهداف الأطفال والنساء والمدارس التي تؤوي النازحين، ولم تحرق الخيام بساكنيها المشردين، بل تعمدت استهداف المصلين ساعة أذان الفجر ليسقط أكثر من 100 شهيد وعشرات المصابين في مدرسة استشهد أغلبها جراء تلك المجزرة التي تفعل عملية القتل التراكمي المتعمد لإبادة شعب كامل بقلب ميت ودم بارد، ودون أن يطرف جفن للعالم الغربي الذي يمد حكومة الاحتلال بأسلحة تفتك بالعزل. مدرسة التابعين التي شهدت تفاصيل المجزرة البشعة والتي تؤوي النازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة استهدفت بثلاثة صواريخ بشكل مباشر، وخلال أداء المواطنين صلاة الفجر، فيما لم تستطع فرق الإنقاذ والدفاع المدني انتشال جثمين جميع الشهداء أو أشلائهم بمعنى أدق جراء القصف المستمر والذي أسفر عن استشهاد عدد أقله 100 وإصابات خطرة لم يتم التعرف على أصحابها نظرا لأجسادهم الممزقة والمتناثرة هنا وهناك. ولعل كل ما تفعله حكومة الاحتلال لن يفضي إلى مآربها الدنيئة من إبادة شعب بشكل كامل وإفراغ أرض من أهلها لاستكمال المخطط المعروف للاستيلاء على وطن بل منطقة بأكملها، وإن كل التصريحات الجوفاء التي يتشدق بها الغرب لتتناقض تماما مع الدعم غير المشروط لعملية القتل الممنهجة للشعب الفلسطيني الصامد على أرضه رغم كل شيء، والذي حتما سينال حقوقه لأنه صاحب الأرض. أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع إلى 39,790 شهيدا، بالإضافة إلى 92,000 ومصابين منذ 7 أكتوبر 2023. وفي بيانها اليومي أشارت السلطات الصحية في غزة إلى ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي 3 مجازر بحق المدنيين في القطاع أسفرت عن وصول 40 شهيدا و 140 مصابا للمستشفيات خلال الساعات 24 الأخيرة. إن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ونؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاته على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبول. أعرب وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي عن تقدير مصر للموقف البلجيكي الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيرته البلجيكية حاجة لحبيب، حيث ناقش الجانبان تطورات الأوضاع بالمنطقة. كما أطلع عبد العاطي نظيرته البلجيكية على الاتصالات المكثفة التي تقوم بها مصر مع الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة على مدار الساعة لتجنب التصعيد الإقليمي. من جهتها ثمنت وزيرة خارجية بلجيكا الدور الهام والمحوري الذي تطلع به مصر لحل أزمة قطاع غزة ووقف التصعيد الإقليمي الناجم عنها.
كما عقد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي جلسة مباحثات ثنائية وموسعة مع نظيره السريلانكي علي صبري بمقر وزارة الخارجية. واستعرض جانبان الحرب الجارية في قطاع غزة وجهود مصر من أجل التوصل إلى اتفاق تهدئة بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة، فضلا عن مستجدات الأوضاع في منطقة المحيط الهادي والجنوب الآسيوي. أشادت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية بالجهود الحثيثة التي تبذلها القيادة المصرية لحل الأزمة في قطاع غزة المنكوب من جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل ونزع فتيل الأعمال العدائية الإقليمية. هذا وتواصل مصر وقطر والولايات المتحدة جهود الوساطة الدولية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد أحداث 7 أكتوبر، لم تتوقف إسرائيل يوما عن إضاعة الفرص لإيجاد حل سياسي يضمن وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في غزة وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين. إسرائيل استخفت بشكل غير مسبوق بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وذلك على الرغم من كل الجهود التي يبذلها الوسطاء الدوليون لحل حالة الأزمة، لكن إسرائيل بقيت على موقفها في إظهار أكثر من وجه في سبيل الادعاء بالرغبة في التوصل إلى حل سياسي. جولة تلو الأخرى يقترب فيها الوسطاء الدوليون من التوصل إلى اتفاق نهائي بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، لكن إسرائيل وفي كل مرة تعيق كل تلك الجهود بطرح شروط غير قابلة للتطبيق، بما يعطي انطباعا برغبة عارمة في إطالة أمد الحرب، ومعها أيضا إطالة عمر حكومة أقصى اليمين بقيادة بنيامين نتنياهو. الشروط الجديدة أوردتها وسائل إعلام إسرائيلية أشارت إلى رغبة تل أبيب في استمرار السيطرة على محور فيلادلفيا ومنع حماس من السيطرة على معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني ونقل أعداد من الأسرى الفلسطينيين إلى الخارج، مع الإفراج عن أكبر عدد ممكن من محتجزيها في المرحلة الأولى من الصفقة. استغلال إسرائيل للجانب السياسي لا ينفي استخدامها آلتها العسكرية لتقويض جهود التفاوض من خلال تعمد إسقاط أعداد هائلة من المدنيين العزل، مما يؤكد بالدليل القاطع غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإسرائيلي لإنهاء الحرب على الرغم من كل المناشدات والجهود الدولية. أكدت دول أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية أن المحكمة لديها ولاية قضائية على المسؤولين الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة. جاء ذلك في بيان مشترك لإسبانيا وإيرلندا وكولومبيا والبرازيل وفلسطين وجنوب أفريقيا وبنغلاديش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال يوآف جالنت. وكان المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان قد أعلن أن المحكمة تسعى لإصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وجالنت بتهم ارتكاب جرائم حرب. وأضاف خان أن لديه أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وجالنت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في غزة اعتبارا من 8 أكتوبر الماضي على الأقل. رأت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن مواصلة الولايات المتحدة تمويل وحدة إسرائيلية متهمة بارتكاب انتهاكات إنسانية يمثل هزيمة مروعة لخبراء حقوق الإنسان داخل وزارة الخارجية الأمريكية والبنتاغون. واستنكرت الصحيفة الأمريكية إعلان إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن استمرار تلقي وحدة أمنية إسرائيلية ارتكبت انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان التمويل الأمريكي، بزعم أن أفعالها تم معالجتها بشكل فعال. وما زالت نشرة السادسة مستمرة وتتابعون فيها. الجيش الأمريكي يعلن تدمير منصة صواريخ في اليمن وطائرات مسيرة لقوات الحوثي فوق البحر الأحمر. أكدت إيران أن التوصل إلى وقف إطلاق النار في الحرب الدائرة في غزة هي أولوية لطهران، وشددت في الوقت ذاته على حقها المشروع في الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية.
وقالت بعثة إيران الدائمة في الأمم المتحدة إن أولويتهم هي التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في غزة، وإن أي اتفاق توافق عليه حماس ستعترف به إيران. لكنها أكدت أيضا أن إسرائيل انتهكت أمنها القومي وسيادتها من خلال العمل الإرهابي الأخير، وأنها تملك الحق المشروع في الدفاع عن نفسها، وهو أمر غير مرتبط بتاتا بوقف إطلاق النار في غزة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها دمرت منصة إطلاق صواريخ لقوات الحوثي وزورقا مسيرا في مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة في اليمن خلال الساعات 24 الماضية. وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها دمرت أيضا طائرتين مسيرتين لقوات الحوثي فوق البحر الأحمر، مشيرة إلى أن هذه الأسلحة شكلت تهديدا وشيكا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد أعلنت في وقت سابق أن ناقلة النفط الخام دلتا بلو أبلغت عن تعرضها لأربع هجمات خلال 24 ساعة قبالة ميناء المخا اليمني. هذا وتتصاعد حدة التوترات الإقليمية على ضوء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتعرضت القوات الأمريكية في سوريا لهجوم بطائرات مسيرة في منطقة روميلان بشمال شرقي سوريا. في ثاني هجوم على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط خلال الأيام القليلة الماضية، تعرضت القوات الأمريكية في سوريا لهجوم بطائرة مسيرة. الهجوم وقع على قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية وقوات من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في منطقة روميلان بشمال شرق سوريا، وذلك بعد أيام قلائل من إصابة 5 عسكريين أمريكيين عندما أطلق صاروخان من طراز كاتيوشا على قاعدة عين الأسد الجوية في غرب العراق. جبهات عدة فتحت فأشعلت فتيل أزمة تتخطى حدود غزة، ومن أجل ذلك عززت الولايات المتحدة من وجودها العسكري في منطقة الشرق الأوسط، فأرسلت البوارج والمقاتلات والمسيرات معلنة دعمها المطلق لتل أبيب في مواجهة حرب محتملة تدق طبولها من جبهات متعددة. واشنطن وفي أحدث إعلان دعم لتل أبيب كشفت عن عزمها تقديم 3.5 مليار دولار لإسرائيل لإنفاقها على أسلحة وعتاد عسكري أمريكي، لتفرج بذلك عن الأموال بعد أشهر من تخصيص الكونغرس لها في أثناء حرب إسرائيل في غزة. إلى جانب التهديد المحتمل بشن حزب الله وإيران هجمات، هناك جبهة أخرى مع قوات الحوثي، إذ أعلنت واشنطن تدمير منصة صواريخ وزورق مسير في اليمن إلى جانب تدمير طائرتين مسيرتين فوق البحر الأحمر. حدة التوتر تتزايد في الشرق الأوسط تحسبا لموجة جديدة محتملة من الهجمات التي تشنها إيران وحزب الله، وذلك على خلفية اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران وفؤاد شكر القيادي البارز في حزب الله. الله أكبر. تمر اليوم ذكرى تقدم الحكومة اللبنانية باستقالتها جراء انفجار مرفأ بيروت عام 2020. الحادث المأساوي كان نتيجة انفجار 2750 طن من نترات الأمونيوم التي كانت مخزنة بطريقة غير آمنة في مرفأ بيروت لست سنوات. منذ 4 سنوات تقدمت الحكومة اللبنانية باستقالتها وسط موجة عارمة من الغضب جراء انفجار مرفأ بيروت الهائل الذي ضرب العاصمة بيروت عام 2020. جاء قرار الاستقالة عقب اكتمال الحكومة في ظل رغبة العديد من الوزراء في تقديم استقالتهم، وتوالت استقالات الوزراء اللبنانيين من الحكومة مع تقديم وزيرة العدل ماري كلود نجم استقالتها الخطية لرئيس الحكومة حسان دياب في ذلك الوقت في أعقاب الانفجار. الحادث المأساوي كان نتيجة انفجار 2750 طنا من نترات الأمونيوم التي كانت مخزنة بطريقة غير آمنة في مرفأ بيروت لست سنوات. وعزت السلطات اللبنانية الانفجار إلى اندلاع حريق لم تعرف أسبابه في المرفأ الذي جرى فيه تخزين كميات ضخمة من نترات الأمونيوم دون إجراءات وقائية. أسفر الانفجار عن مقتل الكثيرين من بينهم مفقودين لم يعثر لهم على أثر، وإصابة حوالي 6500 آخرين وتشريد نحو 300,000، في حين قدرت خسائره المادية بنحو 15 مليار دولار.
ورغم مرور 4 سنوات على الانفجار، ما زالت الحقيقة مجهولة بشأن المتسبب والسبب الحقيقي وراء انفجار مرفأ بيروت. افتتح وزير شؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ المشرف العام على مسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية، افتتح التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 44 في رحاب المسجد الحرام. يشارك في المسابقة 173 متسابقا يمثلون 123 دولة بينها مصر، حيث تشارك بمتسابق لها ضمن التصفيات النهائية للمسابقة. وأكد وزير شؤون الإسلامية خلال كلماته حرص المملكة على أن تكون هذه المسابقة على أعلى المعايير، حيث تم وضع قواعد واضحة ومعلنة للتحكيم تضمن العدالة والشفافية. أشار إلى أن مشاركة الدورة الحالية تعد أعلى عددا للدول المشاركة في دورات سابقة منذ انطلاقتها في عام 1399 هجريا. نتشرف في وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية أن نقيم هذه المسابقة الدولية في كل عام تحفيزا للتنافس الشريف بين أبناء المسلمين وربطا للناشئة بكتاب الله تعالى حفظا وفهما ليكون نبراسا لهم في الحياة يهتدون بهديه ويستنيرون بنوره. لقد حرصت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على أن تكون هذه المسابقة على أعلى المعايير، حيث تم وضع قواعد واضحة ومعلنة للتحكيم تضمن العدالة والشفافية، كما تم في هذا العام ترشيح نخبة من المحكمين من أهل العلم والخبرة من المملكة العربية السعودية. أعربت مصر عن تضامنها الكامل مع جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة حكومة وشعبا إثر تحطم طائرة الركاب البرازيلية التي سقطت أمس بولاية ساو باولو. وتحطمت الطائرة التي كانت تقوم برحلة داخلية في ولاية ساو باولو، وأعلنت السلطات المحلية أنه لا ناجين من بين 61 شخصا كانوا على متنها أثناء حدوث المأساة التي ما تزال أسبابها مجهولة. تمنى رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي الدورة المحورية المصرية بقيادة الرئيس السيسي في دعم العمل البرلماني وترسيخ أواصره على المستوى العربي والدولي، خاصة في ضوء التطورات وتسارع الأحداث عالميا. وخلال استقباله دين الصيحي مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون البرلمانية، أشاد العسومي بالمبادرات النوعية المتميزة في مجال حقوق الإنسان، وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة التي تحظى بإشادة دولية وتقدم كنموذج يحتذى به. وجدد العسومي شكره وتقديره للدعم الذي تقدمه الدولة المصرية للبرلمان العربي لتعزيز دوره الدبلوماسي البرلماني بما يخدم مصالح الشعب العربي. أطلقت موسكو عملية عسكرية في منطقة بلغرود وبريانسك وكورسك الحدودية المتاخمة لأوكرانيا، ويأتي ذلك فيما تواصل قوات كييف أخطر توغل حدودي لها داخل روسيا في منطقة كورسك. كورسك الحلقة الأحدث في ساحة المعارك بين كييف وموسكو، هجوم مفاجئ مستمر منذ الثلاثاء في أعمق توغل أوكراني عبر الحدود منذ بداية الحرب. على بعد أكثر من 10 كيلومترات تتحرك القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك التي يشكل الوضع فيها حالة طوارئ على المستوى الاتحادي، مما دفع موسكو إلى حشد القوات وإشراك الآليات الثقيلة والطيران الحربي في الدفاع عن المنطقة الحساسة على الحدود. الوضع العملياتي في المقاطعة لا يزال صعبا مع اشتداد حدة القتال واضطرار 3000 شخص إلى الفرار من منازلهم. وعلى الرغم من نشر قوات الاحتياط والأوامر بالإخلاء، لم تتمكن روسيا من إبطاء زخم التقدم الأوكراني بمئات الجنود، فيما لا يزال القتال مستمرا على بعد 10 كيلومترات من محطة كورسك النووية.
حيث دعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الحذر والتزام أقصى قدر من ضبط النفس لتجنب حادث نووي قد تكون له تداعيات إشعاعية خطيرة. We have a very complex set of issues. وجاءت أنباء الهجوم بعد ساعات من إعلان الجيش الأوكراني عن استهدافه مطارا عسكريا داخل روسيا، وبعد يوم من الاستعراض الجوي لمقاتلات F-16 التي حصلت عليها كييف لأول مرة من حلفائها الغربيين. ودمر الهجوم مستودعا يحتوي على مئات القنابل، واستهدف قاعدة ليبسك الجوية، وهي العملية ذاتها التي كانت كييف تسعى لتنفيذها منذ فترة طويلة. كما أن معدل التقدم يشير إلى أن القوات الأوكرانية تمكنت من تحقيق مفاجآت عملياتية غير مسبوقة. تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها، وذلك خلال شهر يوليو من العام الجاري، والتي بلغت 196 ألف شكوى وطلب واستغاثة. ووجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة العمل المستمر على تنويع وتحسين آليات التواصل بين الحكومة والمواطنين لتلقي الشكاوى والاستفسارات والطلبات بشأن مختلف الخدمات الحكومية عبر منظومة الشكاوى الموحدة، وسرعة التفاعل معها والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لبذل الجهود الممكنة لمعالجتها، مؤكدا دعمه الكامل لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ومتابعة أداء جميع الجهات الحكومية المرتبطة بها. نظمت وزارة الداخلية بالتنسيق مع المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان التابع للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب دورة تدريبية لعدد من الكوادر الأمنية العربية حول الاتجاهات الحديثة في تطبيقات الإعلام الأمني. وتضمنت الدورة زيارة مقر قطاع الإعلام والعلاقات بالوزارة. في إطار حرص وزارة الداخلية على دعم العمل الأمني العربي المشترك خاصة في مجال الإعلام الأمني لما له من أهمية في تشكيل الوعي المجتمعي والتصدي للشائعات، نظمت الوزارة بالتنسيق مع المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان التابع للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب دورة تدريبية للكوادر الأمنية العربية حول الاتجاهات الحديثة في تطبيقات الإعلام الأمني بمعهد تدريب وبحوث الإعلام الأمني بقطاع الإعلام والعلاقات. وتهدف الدورة التدريبية التي استمرت فعالياتها على مدار 5 أيام بمشاركة نخبة من الخبراء الأمنيين والأكاديميين المتخصصين إلى تنمية وصقل مهارات الكوادر الأمنية العربية في مجال الإعلام الأمني للارتقاء بقدراتهم في التعامل مع المواقف الأمنية ورصد وتحليل الأخبار والتعامل معها وكيفية مواجهة الشائعات. هي الدورة اللي احنا بصددها بتأتي استمرار للتعاون القائم بين الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ووزارة الداخلية بجمهورية مصر العربية من خلال تنظيم العديد من الفعاليات والدورات اللي بتساهم في تبادل الخبرات بين الكوادر العربية الأمنية. وزارة الداخلية المصرية دخلت في مجال الوعي سواء على المستوى الداخلي في مؤسسات الدولة أو على المستوى العربي الإقليمي في كيفية نشر الوعي الإعلامي ونشر الوعي القيمي ونشر الوعي الأمني. هذه الدورة تؤكد الدور الريادي لإدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية المصرية في تدريب السادة الضباط من الدول العربية الأشقاء العرب. تضمنت الدورة زيارة ميدانية لقطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية للوقوف على التطبيق العملي لأدوات الإعلام الأمني في رصد وتحليل الأخبار والرد على الشائعات وبث الرسائل التوعوية التي تسهم في تشكيل الوعي المجتمعي. وأثنى الكوادر الأمنية العربية المشاركة في الدورة على الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها قطاع الإعلام والعلاقات بالوزارة وتميزه في إعداد التقارير والمواد الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية لإبراز جهود الوزارة وأنشطتها والرد على الشائعات والاستفسارات.
نشكر جمهورية مصر العربية ممثلة بوزارة الداخلية المصرية اللي احنا متواجدين فيها الان. كمان لازم نشكر مجلس وزراء الداخلية العرب اللي اتاح لنا انا وزملائي هاي الفرصة حتى نتواجد في الداخلية المصرية حتى نشارك في هذه الدورة ونلتقي مع كوادر الشرطة المصرية من جهة اللي بتعمل في الإعلام الأمني وزملاء العرب الموجودين. كل الشكر والامتنان للكوادر والقيادات العليا في وزارة الداخلية المصرية لمحاضراتهم الثمينة والخبرة اللي رأيناها حسب مجالات متعددة في الإعلام الأمني. قمنا بزيارة قطاع الإعلام الأمني والاستوديوهات حقيقة متطورة، وهنا تنتج في وزارة الداخلية المصرية محتوى إعلامي أمني ذو رسالة قيمة تصل للمجتمع. سعي متواصل من وزارة الداخلية نحو تفعيل آليات التعاون الأمني العربي المشترك وتبادل الخبرات في كافة مجالات العمل الأمني لا سيما الإعلام الأمني الذي أصبح من أهم الأدوات للتصدي للشائعات والأفكار الهدامة وإبراز الجهود الأمنية. يتمتع قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية بإمكانيات تقنية ولوجستية وبشرية كبيرة تمكنه من أداء رسالاته الإعلامية في مواجهة الشائعات وإبراز جهود وزارة الداخلية، وتحرص الوزارة على نقل خبراتها إلى الكوادر الأمنية العربية، وهو ما تؤكده هذه الدورات والزيارات المختلفة لقطاع الإعلام والعلاقات. عبدالله بركات، التلفزيون المصري. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن رسائل نصية منسوبة للبريد المصرية وتستهدف طلب بيانات شخصية من المواطنين. من جانبها أكدت الهيئة القومية للبريد أنه لا صحة لإرسال البريد المصري أي رسائل تستهدف طلب أي بيانات من المواطنين تخص حساباتهم أو عناوينهم أو أي بيانات أخرى بزعم دفع تكاليف الشحنة، وأن تلك الرسائل مزيفة، مشددة على أن البريد لم ولن يطلب من العملاء أي معلومات أو بيانات تفصيلية عبر الهاتف المحمول أو الرسائل النصية. ونشدت المواطنين عدم الإدلاء بأي معلومات عن حساباتهم تجنبا لوقوعهم في محاولات نصب تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية وحساباتهم المالية. واصلت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للإنفاق التصدي للشائعات التي تم تداولها بشأن مشروعات الهيئة المختلفة، حيث أصدرت الهيئة بيانا إعلاميا مدعما بتصوير جوي لقطار المونوريل خلال تجارب التشغيل التجريبي التي يتم تنفيذها حاليا من مركز السيطرة والتحكم بالعاصمة حتى محطة الفنون والثقافة، وذلك عند عبور القطار لنقطة التقاء مشروعي مونوريل شرق النيل والقطار الكهربائي LRT الخفيف في العاصمة الإدارية الجديدة. ويأتي ذلك كرد عملي على ما تم نشره من ادعاءات وأكاذيب عبر عدد من وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص هدم جزء من أحد مشروعي مونوريل شرق النيل والقطار الكهربائي الخفيف وتغيير ارتفاعه عند نقطة التقائهما في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث ادعى الخبر وقوع المشروعين في مستوى واحد. وأشار بيان الهيئة إلى أن مثل هذه الأخبار المغلوطة تهدف إلى تضليل الرأي العام وإثارة البلبلة، وأن كافة المشروعات يتم تنفيذها طبقا لأعلى المواصفات العالمية مع مراعاة كافة مسارات المشروعات الأخرى. افتتحت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد الاجتماع الأول للجنة السياسات البيئية والمناخية لمناقشة أهداف اللجنة وكذلك تحديد أدوار ومسؤوليات أعضاء اللجنة. ويهدف الاجتماع إلى توضيح فكرة لجنة السياسات البيئية والمناخية وأهدافها والمهام المطلوب تنفيذها خلال الفترة القادمة، وذلك في إطار منظومة التحول الأخضر في مصر. وأشارت وزيرة البيئة إلى أن اللجنة معنية بقضايا البيئة والمناخ بالتشارك مع كافة أجهزة الدولة الخدمية والإنتاجية ودراسة توصيات تقرير OECD ومدى قابليتها للتنفيذ ووضع الإطار الزمني.
أكد وزير الكهرباء محمود عصمت أن المتابعة الميدانية من رؤساء الشركات ضرورة حتمية لمعرفة الواقع الفعلي للشبكة وتحسين معدلات الأداء. هذا ويواصل الوزير الزيارات الميدانية لمواقع العمل، حيث تفقد شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء على هامش زيارته إلى محطة توليد كهرباء السد العالي بأسوان. كما تفقد وزير الكهرباء مركز التحكم وطلب تقارير مقارنة حول معدلات الأعطال ونوعيتها وتكرارها خلال الفترة الماضية ونسبة الفاقد وعمل لجان الضبطية القضائية، وذلك لمواجهة السرقات. تفقد وزير الكهرباء محمود عصمت محطة الربط المصري السعودي بمدينة بدر جهد 500 كيلو فولت. كما شارك الوزير في بدء أعمال تركيب أول محول بالمحطة، والذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط من حيث الحجم وتكنولوجيا التصنيع والتشغيل والاستخدام على خطوط الربط مع الشبكات الكهربائية. بحث وزير الموارد المائية والري هاني السويلة مع محافظ المنوفية تنسيق المشترك لخدمة منظومة الموارد المائية والري بالمحافظة، حيث تفقد السويلة حالة الري بترعة المنحر مواجها بسرعة دراسة شكوى أحد المنتفعين من وجود تسريب ربما يكون مصدره تغطية ترعة المنحر وعلاج المشكلة فورا بعد تأكد من السبب. وواجه سويلم أيضا بأن يتم تنفيذ سور حماية على جسر الترعة بالمشاركة المجتمعية بين الأهالي. كما تفقد سويلم موقع تنفيذ تغطية جزء من مصرف كفر المصلحة لعمل محور مروري بمعرفة محافظة المنوفية وبمشاركة الجهود الشعبية. تتواصل فعالية النسخة الثانية من مهرجان العالمين، والتي تشهد حفلات غنائية وعروضا فنية، بالإضافة لعدد من الفعاليات الرياضية التي يتم استكمالها طوال فترة المهرجان. هذا وتشهد مدينة العالمين الجديدة إقبالا كبيرا من السائحين والزائرين للاستمتاع بفعاليات المهرجان المتنوعة التي تقام في عدد من الأماكن السياحية والترفيهية بالمدينة. We'll be right back.
الآن مشاهدينا نتابع أهم أنباء المال والأعمال. ومحمد عبد الله، أهلا بك محمد. أهلا بك زهرة، وأهلا بك إيمان. مشاهدينا إلى أخبار الاقتصاد محليا وعربيا وعالميا. أهلا بكم. أجرى وزير قطاع الأعمال العام محمد شيمي زيارة ميدانية لشركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بمدينة كفر الدوار في محافظة البحيرة. خلال الزيارة تفقد وزير قطاع الأعمال العام خطوط الإنتاج والعمليات التصنيعية المختلفة، واستعرض الموقف الحالي للشركة وخططها التوسعية والتسويقية وحجم المبيعات المحلية والصادرات، وذلك بعد عودة الشركة للعمل مؤخراً، كما أكد على اهتمام الدولة الكبير بصناعة البوليستر ودعم التوسع فيها ضمن خطة دعم وتعميق الصناعة الوطنية. وجه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني بتحقيق أقصى استفادة من المياه المعالجة ودفع العمل بمشروعات الترفيق الأراضي السكنية والصناعية لزيادة الفرص الاستثمارية. وخلال متابعته سير العمل بمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي وموقف مشروعات المرافق بعدد من مدن الصعيد الجديدة، وجه وزير الإسكان بضرورة الارتقاء بمنظومة المياه والصرف الصحي بالمدن الجديدة لا سيما بمدن الصعيد وتذليل أي معوقات تحول دون ذلك. شاركت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي رانيا المشاط في اجتماع شبكة حشد الاستثمار في الطاقة النظيفة في الجنوب العالمي التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي بصفتها رئيسا مشاركا بحضور عدد من مسؤولي المنتدى. يهدف الاجتماع إلى مناقشة التطورات التي تم تنفيذها منذ تدشين الشبكة في يناير الماضي خلال فعاليات منتدى دافوس، وتبادل وجهات النظر بشأن الجهود التي يمكن القيام بها من أجل تشجيع استثمارات الطاقة النظيفة. وأكدت المشاط أهمية شبكة حشد الاستثمار في الطاقة النظيفة في الجنوب العالمي من أجل تعزيز الجهود المبذولة لزيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة. أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق أن الوزارة تقدم كافة أوجه الدعم للنهوض بالإنتاج الحيواني بما فيها إنتاج الألبان لضمان جودتها لتحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على صحة المواطنين. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع مجلس إدارة الجمعية المصرية لمنتجي الألبان لوضع التصورات المستقبلية وسبل النهوض بالإنتاج وتطوير مزارع الإنتاج الحيواني وتذليل كافة العقبات التي تواجه الصناعة. تطرق اللقاء إلى استعراض جهود الدولة للنهوض بالإنتاج الحيواني وتنمية الثروة الحيوانية، فضلاً عن المبادرات التي أطلقتها الدولة بالتعاون مع البنوك الوطنية لتوفير التمويل اللازم لأصحاب المزارع ومراكز تجميع الألبان. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط محققة مكاسب أسبوعية تجاوزت 3.5% مع تراجع مخاوف الطلب بفضل بيانات اقتصادية إيجابية، في حين تستمر المخاوف من اتساع الصراع في الشرق الأوسط في إثارة مخاطر الإمدادات. وصعدت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 63% بالمئة لتصل إلى 79 دولارا و66 سنتا للبرميل عند تسوية. كما زادت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 85% بالمئة لتصل إلى 76 دولارا و84 سنتا للبرميل. في المقابل تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 49% بالمئة لتسجل دولارين و34 سنتا للتر، وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 75% بالمئة لتسجل دولارين و14 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أظهرت بيانات أصدرتها الجامعة الصينية لمصنعي السيارات أن صناعة السيارات بالصين أخذت منحنى صعوديًا، حيث زاد إنتاجها ومبيعاتها من السيارات بشكل مضطرد في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024. ووفقًا للبيانات فقد بلغ إجمالي إنتاج السيارات في الصين من شهر يناير إلى شهر يوليو من العام الحالي ما يقرب من 16.18 مليون وحدة بزيادة
3.4% على أساس سنوي. من ناحية أخرى، ارتفع إنتاج سيارات الطاقة الجديدة إلى أكثر من 5.91 مليون وحدة بزيادة 28.8% على أساس سنوي. توقع البنك المركزي الفرنسي أن ينمو الاقتصاد بنسبة 35% على الأقل في الربع الثالث من العام الجاري بفض دفعة مؤقتة من النشاط الاقتصادي المرتبط بدورة الألعاب الأولمبية. من المتوقع أن تضيف دورة الألعاب الأولمبية ربع نقطة مئوية إلى معدل النمو بفض زيادة مؤقتة في نشاط الفنادق والمطاعم وغيرها من القطاعات التي تقدم خدمات مرتبطة بالمنافسات. نهاية أخبار اقتصاد، أعود من جديد إلى صحر وإيمان. شكرا لك محمد. وبالأخبار الاقتصادية نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرة السادسة، وتبقى التذكير بالعناوين. مجزرة مروعة تستهدف مصلين في مدرسة لنازحين بغزة تسفر عن استشهاد أكثر من 100 وإصابة العشرات. ومصر تطالب بموقف دولي موحد لحماية الفلسطينيين. تنديد دولي وعربي بمجزرة مدرسة التابعين. اتهامات أممية للولايات المتحدة وأوروبا بدعم الاحتلال عسكريا. وبريطانيا تطالب بوقف فوري لإطلاق النار. بيان مشترك لأعضاء بالجنائية الدولية يؤكدون ولاية المحكمة القضائية على المسؤولين الإسرائيليين لارتكابهم جرائم حرب في الأراضي المحتلة. ختام نشرة السادسة أتتكم من التلفزيون المصري. شكرا لكم وإلى اللقاء.